وجه معادنا مع شيف محمود اللي معذبنا من اول الحلقه بريحه الباميه الجميله ورز مش عارفه بعد سنة عصفور، شغل كده عالي جدا. ازيك شيف محمود؟ ازيك يا دكتوره منى؟ بسلم عليكي طبعا، وبسلم على الجميله هبه الاباصيري، وبسلم على كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا ستات ما عرفوش يكذبوا في فقره المطبخ. النهارده عاملين طاجن باميه. بص، انت عارفه الفكره شمينو. دي عارفه الفكره بتاعت ورق البصل دي؟ بتعملها ازاي؟ ما بفرمش البصل. بصي قد ايه، يعني البصلتين مطلعين لي ورق كتير جدا اربعه، وبعدين تفصصها ومن هنا هنعمل احلى طاجن باميه مع الفلفل الرومي ومع البصل وورق النعناع وورق الكزبره الخضراء. الله عليك. كمان عاملين شويه رز بلسان العصفور، حاجه كده مزاج. ميكس. ايه بقى موضوع رز بلسان العصفور؟ ما احنا هنجربه جديد ده. ما هو في رز بالشعريه، بلسان عصفور في السمنه، فمخلي الموضوع لا كان زيت زيتون، يعني نركز. شويه زيت بس. هو فكره تحميصه الشعريه او تحميصه لسان العصفور بتجوع بزيت زيتون، بتملى البيت. لا يعني معلقه زيت ذره بس، بتملى البيت كده بركه. التحميصه دي بتملى البيت، بتعمل جو في البيت. يلا نقول مقادير اول وصفه النهارده، هي طاجن الباميه. المقادير بتاعته كالاتي: بنحتاج نص كيلو باميه او تكون متأمل مع طبعا مع طماطميتين بس فقط لا غير، متقطعين مكعبات، ومعلقتين زيت زيتون، ورق بصلتين متقطعين ورق بصلتين زي ما هوريكم بقى ورق ازاي، مع فصين ثوم مفرومين، وثلاث حبات فلفل رومي متقطعين مكعبات، ودول بيفرقوا جدا، مع ملح وفلفل، شويه كزبره ناشفه، رشه كمون، مع ورقتين نعناع اخضر، معلقتين كزبره خضراء، وطبعا اي نوع مرقه عندكم. يلا بينا. يلا بينا. مين اللي طفى البوتاجاز؟ مش انا والله. ماشي. دارية بيه. ماشي. بص انا بحط زيت زيتون، معلقتين زيت زيتون كده، وهي الطاسه سخنه. بصي كميه البصل الحلوه دي. حلو. انا زيت الزيتون مع الباميه ناجح قوي، صح؟ زيت الزيتون مع الباميه ناجح، والنعناع مع الباميه ناجح. الله. وكميه البصل اللي انتوا شايفينها دي هتبقى عباره عن سكر في الوصفه. بكام بصلايه يا محمود؟ بصلتين كبار ابيض كبار. بنقطعها ونقسمها نصين، بعد ما نقسمها نصين نقعد نفك منها الورق بتاعها لحد ما يبقى الورق بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده، وندي تقليبه وهي بتتقلب بتتشوح كده. ممكن ندي معلقه من كزبره خضراء، ورقتين من النعناع، وفصين من الثوم. كويس. وندي تقليبه وتشويحه حلوه، وكل ما البصل يدبل ويلمع لا يلمع. احنا عايزينه يلمع بس. مجرد ان هو يلمع في التوقيت ده، ممكن نحط رشه كمون حلوه مع رشه من الكزبره الناشفه، وندي برده تقليبه، والروائح الحلوه دي تبدا تطلع. ثوم بكزبره ناشفه. حاجه خالص ليه؟ انا قلقت. انا اللي قلقان كده عليكي. اعراض الشمه. اي حاجه ليه بجد؟ اي مش عارفه بجد. من الصبح عمالها شمه يا هبه تقولي لا مش عارفه البيربل ده مأثر فيها. ربنا يستر. ربنا يستر. هاخدكم بالحضن دلوقتي. حط معلقه زيت زيتون كمان. ايوه ماشي. بص بقى الروائح الحلوه دي. جميل. الثوم الفريش كمان يا محمود. كل حاجه فريش. انت دب الباودر دلوقتي في الاكله دي. بصي انا اخاف من استخدامات الباودر في ايه. اه لو عندك شويه ثوم قد كده. اه بيبقوا حبه ثوم بودره قد كده. فتيجي انت تستخدميهم فتستقليهم. فكل معلقه من الثوم البودره هي عباره عن راسين ثوم بنفس النكهه والقوه. بنفس القوه بس انت ما تستخدميش منه كتير، بتستخدمي منه يا دوب حاجه بسيطه. ده بينفع بقى في الحاجات الفانيه والخلطه بتاعت الكريسبي تشيكن، كريسبي وستريبس. أيوة. والوصفات الكيجون الباودر، الحاجات. أيوة البسيطه بقى. دي اما الطبخ اللي على اصوله فصين ثوم بلدي مدقوقين في الهون في ساعتها مفيش بقى اصلا انا بفرم وبخزن. فصين الثوم لازم يتقشروا والهون جنب منك، ويتفرموا كويس جدا، يطلعوا كل الزيوت الحلوه وتعملي بيهم احلى طشه. يبقى احنا لمعت البطاطس، لمعت البصل، تركيز النوم قله الاكل بطاطس. يبقى زيت الزيتون حطينا عليه فصين الثوم، حطينا معلقه كزبره مفرومه مع ورقتين نعناع، لمسة كمون ولمسة من الكزبرة الناشفة. نحط البامية ونحط كمان الفلفل او مسلوقة دي عادي. دي يعني انا جايبين الباكت الفروزن. كويس. وده متوفر طول السنة. ونحط بصي الفلفل الاخضر جديدة جديدة جدا. في واحدة صاحية هنا.
الحمد لله مش فلفل حامي ولا حاجه. خلاص بطلت. انا بطلت مهما بقتش تاكل. زبايني مشيوا خلاص. مهما بقتش تاكل منى ما بقتش تاكل هبه ايه ما بتشمش. طب سؤال بقى عشان الليمون ده دايما بيلخبطوني فيه، ان انا بحط الليمون زي حاجه كده قبل الاكله ما تخلص. زي ايه؟ بيقول الليمون بحطه مع الباميه في بدايه الطبخه. هو حطها سليمه هي متقطعه اربعه. ايوه الايه؟ الليمون. معلش بس كان ايه هتمرر. حطي ليمون في الاخر بعد ما تستوي عصره واطفي النار. لا انت حاطه ربعين ليمون. كل الزيوت اللي في القشره بتطلع على الكميه. يعني انا صح؟ انت صح. لا صح. انت صح. اوكي. الزيوت اللي في القشره بتطلع فبتدي ريحه حلوه جدا جدا. لو انت بتحطي ليمونه كامله وكميه الباميه صغيره هم صح. لو انت بتحطي ربعين ليمون صغيرين وكميه كبيره انت صح. ايوه هي نسبه وتناسب. مش معصور يعني كويس؟ انا بعصره وارمي. لا انا بعصر في الاكل يعني، بشيل الباميه ولما عاوز اكل منها اي يوم اسخن واعصر في اي وقت. في اي وقت الباميه موجوده عندك بارده عصره الليمون عليها مع لمسه من شطه زيت الزيتون. يعني انا بحب اعمل كده لمسه زيت زيتون وعصره ليمون وورقتين نعناع خضر مفرومين على وشها ورغيف عيش محمص. جربوا وبرده. جربوا. ماشي. هي بتتاكل فعلا بارده وسقعه. شويه الطماطم. خلي بالك دول البحر المتوسط كلها بتحب الباميه جدا. صحيح. والوصفه اللي انا عاملها دي مزيج من دول البحر المتوسط، من مصر على لبنان على اليونان. فالموضوع نعناع وكزبره خضراء مع شويه الورق البصل مع الطماطم. الطماطم الطبيعيه دي مش صلصه بقى. بره بياكلوا الباميه ورديحي من غير لحمه وبارده. وطبق من الاطباق المقدسه عندهم. صحيح. من الاطباق الحلوه قوي. خلاص. فاحنا كمان طماطم كمان ساعات ومن غير طماطم. بس الطماطمايه دي ما بتلونش، ما بتعملش بقى صلصه. بس بيبقى موجوده طعمها، بتدي طعم حلو قوي. نحط كمان مش لازم فكره الصلصه دي يا جماعه. لا لا مش لازم. مش لازم يعني. شويه كزبره خضراء. كزبره خضراء. وورقتين من النعناع وندي تقليبه. شفت اللي بيفهم في الاكل بيقول لك دي عايزه حتتين لحمه ضاني. وشويه في حتتين لحمه ضاني بال منصري. بيفهم في الاكل؟ طبعا. متاكده؟ جدا. طبعا ده جداً. لا 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 ده بيفهم في كل حاجه. بيفهم في الاكل خلاص. اشهد له بيفهم في الاكل. منصري اقفل المايك عند محمود ابو حبيب. لا بحب اهزر معاه، ده حبيبنا ده واخونا الكبير الجميل. بس بطل شغلنا مزيكا مش عارفه ليه يا طارق. بطلت تشغلنا مزيكا ليه؟ اللاتين اللي بتعملها لنا في مزيكا كده حلوه. بطاقه كده حلوه كده كده. ونقلب ويبقى اقول المقادير تاني. معلقتين زيت الزيتون، حطينا الورق البصل اتشوح وخد لون ملقلق كده حلو، حطينا ورقتين نعناع مع شويه من الكزبره الخضراء، ملح وفلفل وشويه كمون وشويه من الكزبره الناشفه. الكلام الحلو ده وتوم فصين توم مدقوقين كده حلوين. كل الكلام ده ابتدى يتشوح تشويحه حلوه. حطينا الباميه مع الفلفل الاخضر، ورقتين نعناع تاني وشويه كزبره خضراء، وسيبنا الكلام ده مع الطماطم المكعبات يبقبق شويه كده. وفي التوقيت ده نحط شويه من المرقه. ها حبه المرقه الحلوين كده. ونسيب الخليط ده يغلي غلوتين. الله. نسيب الخليط ده يغلي غلوتين قبل ما ندخله الطاجن ده يدخل على الفرن. ادي لونه زي ما الدكتوره منى بتقول، لونه جميل والالوان الحلوه. الله. وورق البصل ده هيدبل وهيبقى زي السكر. هو ده هنتخانق عليه كده بلقمه العيش كمان شويه. هتشوف جدا. طيب هنروح للوصفه الثانيه بتاعتنا، هي الرز اللي بلسان العصفور. وصفه الرز بلسان العصفور برضو بتتعمل في دول البحر المتوسط في دول كتير جدا. وانا مبسطها النهارده بستخدم كوبايتين رز وكوبايتين لسان عصفور متحمص مع ملح وفلفل وكوبايه مرقه وبصلايه مفرومه وفصين ثوم ومعلقه صغيره من الكركم، ربع معلقه صغيره من الكركم. الله. تفرق جدا جدا في الوصفه دي. لو ضفنا معلقه شبت مفروم وعصير ليمونتين اصبح الوصفه دي زي ما بيعملوها في اليونان بالظبط. بيعملوا الرز الجريجي بنفس الطريقه دي بس بيزودوا شويه شبت وشويه ليمون. حلو قوي. خلاص. الرز قد لسان العصفور. الرز قد لسان العصفور بالظبط. اوكي يلا بينا نعمل الوصفه دي. اتاري الشبت ده محسسني ان احنا عاملين خلطه محشي النهارده. مفيش شبت بقى. احنا النهارده لو حطينا شبت وعصره ليمون عملناه بالطابع اليوناني، بس النهارده احنا عاملينه باللون الاصفر واخد الطعم الشرقي بتاعنا. جميل. الجميل. نحط معلقه زيت، ومهم قوي ان احنا يكون عندنا بصلايه مفرومه. نحط كده البصلايه مع فص ثوم. يعني ده الرز اليوناني. يوناني. نقول يوناني. حلو قوي. وخلي بالك اصلي بيعملوه في نفس الدايره دي. بلسان عصفور احنا بنعمله بالشعريه.
في تركيا بيعملوه بلسان عصفور من غير خلطة. حبة وحبة لو ما لقيتيش لسان حبة عصفور. حبة حبة احنا بنعمل ده حبة وحبة فعلا. نخلص. لو ما فيش لسان عصفور. بس هو طعمه حلو قوي وبيتماشى جدا جدا مع شوية البامية اللي احنا عاملينهم النهاردة. نمت عليك. ما عندكيش أي أسئلة كده؟ ليه؟ مين؟ ما عندكيش شوية أسئلة؟ عندي أنا؟ أي أسئلة؟ أي رسالة من أصحابي؟ ليه أنا مش شامة؟ دي مصيبة. ليه مش كارثة ربنا يزد. لازم بتشوفي بقى وتطمني. ها؟ فعلا. بس أنت أول حاجة تعمليها عشان تطمني هاتي أي خدي عصري لي ورقة النعناع دي في إيدك طلعي الزيت اللي فيها وشمي مرة واحدة وطمنينا وطمني المشاهدين. أول اختبار كورونا على الهواء. يلا فرق كده جامدة قوي. أيوة خلاص الزيوت طلعت. يلا سمعنيش أي حاجة مش حاجة. طمنينا بس ورقة الريحان دي شمة ريحان ولا نعناع؟ ما أنا بضحك عليها بقول لها ورقة الريحان عشان إذا اكتشفت إنه نعناع يبقى هي سليمة. نعناع نعناع. أنت بخير خلاص. انت بخير. بس بالليل جت سليمه مفيش اجازه كده. انت بخير. بوظت لها الاجازه عشان كده بوظت عليها الاجازه. اي حد يقول لكم انا مش شامم ادوا له ورقه ملوخيه وقول له شوف ورقه النعناع دي انت شاممها ولا لا. اضحكوا عليه وقولوا ادوا له ورقه نعناع ورقه ريحان وقولوا شوف كده ورقه البقدونس دي كويسه ولا لا. اختبار للشم وللضمير في نفس الوقت. لا ما هو انت لو اكتشفتي الحقيقه فانت سليمه. فنبقى مطمنين عليكي بقى عشان ما تبقيش بتضحكي علينا. بنحط كده البصل اهو مع الثوم اول ما ابتدى يدبل لسان العصفور المتحمص يوصل للدرجه دي الذهبي قوي اللون الذهبي الحلو ده. خلي بالك هو بصي لون ذهبي كده يعني مش غامق قوي وبس هو واخد اللون الذهبي الحلو عشان يفرق. بس الرز اللي فيه بصل وثوم ده وجبه لوحده يعني مش وجبه حاجه. وجبه وكركم وبنحط كركم. احنا كده ممكن مثلا مع الرز البسمتي عادي شغال جدا شغال جدا مع بسمتي مع مصري مع اي رز. سؤال بقى شيف منى مود ودكتور منى. ايوه ممكن لو في شويه كبد وقوانص مثلا بتاعت فراخ نحطها. يا سلام. لحمه مفرومه. يا سلام. يعني صح صح نفس الطريقه بس واضح انه رز. بصي بقى بتعملي ايه؟ تجيبي شويه الكبد والقوانص تقطعيهم حتت صغيره في طاسه تفرمي بصلايه وتحطيها في الطاسه مع معلقه زيت وقرن فلفل اخضر متقطع معاهم. ماشي. وتوم كمان ولا وفص توم. ماشي. وفص توم. في ستات بيوت لا ما هم بيجودوا في النفس الحلو. وتحطي القوانص تتشوح 10 دقائق وراها الكبده وتغطيها تستوي كويس جدا واضيفها على وده يستوي العصفور. لا هتزفر لو ضفتيها على الاكله نفسها مش هتبقى حلوه ومش هتديكي ريحه حلوه. وفي الاخر سوي ده لوحده وده لوحده وتعالي في البوله الازاز حطي الكبد والقوانص تحت واقلبي ده كله عليها وبعدين اقلبي الطبق اتفرجي بقى على المنظر ولو في شويه مكسرات على الوش الموضوع هيبقى كبير قوي. دي كويس جدا. وهو كده لوحده رز مع لسان العصفور يجنن. أهو. ده هيبقى طاجن برده ولا لا خلاص؟ لا ده في الحله بقى. بس انت بقى لما بتعملي كده قد ايه كركم؟ انا كل اللي حطيته ربع معلقه صغيره. عايزه تكتري ولونه يصفر اكتر. ماشي. بس هي الفكره في ايه؟ الفكره ان ربع معلقه الكركم دي بتنوره فلو بصيتي في الحله اللي جنبها هتلاقي ان الرز منور مع ان لون الكركم مش واضح. اهو مع الرزايه بسمتي ذهب كده. بصوا بقى اللون الجميل. شايفين اللون الجميل التحفه ده؟ طحفة. هو ده اللون اللي انا بتكلم عليه. تجيبي دي هنا ونبدل الاثنين دول مع بعض اهو كده ونقفل النار وتعالوا بقى اتفرجوا على شكل الحبايه طالعه عامله ازاي. ده الريحه موضوع كبير قوي يا جماعه. موضوع البصلايه ده فارق جدا جدا جدا. عندك بقى شويه لحمه مفرومه عايز تحطهم في الارضيه بتاعه البوله كده. عندك حته شويه الكبد بالقوانص. ماشي. فراخ متشوحه نساير فراخ بايته قديمه من ورك فرخه ناشف في الثلاجه محدش كاله غضبان عليه يتعمل برده صغير مع شويه خضره. ايه صديقتي امينه. ايوه امينه بتقول لك تسلم ايدك وبسلم عليك يا امينه وبتقول لك هتجربها النهارده. يا امينه بالهنا والشفاء. يا امينه بالهنا والشفاء وادعي الشيف محمود وتبعتي لنا الصور. ماشي يا امينه تبعتي الهبه الصور وهي توريها لنا بقى ان شاء الله او على صفحه الستات ما يعرفوش يكذبوا ان شاء الله ولا يناموا. بس شويه الرز بقى بلسان العصفور. الرز اختفى ما بين اللسان العصفور. بس خلي بالك من حاجه بقى. انا يعني بيقال انك لو كلتي الرز والحاجات سخنه بتاكلي كتير. لو هديت وبردت
بتاكلي منها قليل. لا انا باكل انت العكس بارد وبس. انت العكس ما اعرف انا ما بقتش اعرف اكل كتير الحقيقه ودي نعمه برضه. طب ده يعني بصي يعني بتوقف واول ما احس بالشبع خلاص يعني. الصيام عمل معاكي النتيجه دي؟ ممكن الصيام ممكن يعني حاجات صغيره تشوط بقى. امبارح انا انت عملت بصاره انا دقت بالظبط ومشيت. هي خدت بالظبط حته لقمه صغننه جدا وبعدين ضحكت هي عارف ان مش هتقدر تقاوم فخدت بقى. لا لا ما بعرف يعني بهدوء وخلاص. بصي بقى شويه الرز الحلوين دول يطلعوا كده منورين وكل حبايه رز جنبها حبه في بصل وفي ثوم ونحط شويه خضره وورقه النعناع الحلوه دي يا سلام مع ربع الليمونه ده كده يا سلام عشان نعصرها على الباميه. الليمون ده هيتعسل على الباميه. الله الله على الجارنيش الجميل. رشه صغننه جدا جدا. طب وايه حته الطماطم دي هسيبها كده تزعل هنا كده على الخضره. يا سلام يا سلام بقى ابسط الامكانيات عملتي حاجه لطيفه لجوزك كده في البيت لو قدرت تعملي ده. طب اللي بيقطع نفسه بقى ده. هنا ده الباميه اللي بتقطع دي. الباميه اللي بتقطع دي بقى انت كل اللي هتعمليه ايه؟ امتى نعرف ان الباميه استوت بقى اهو خصوصا الكبيره بالشوكه بالشوكه بتاخدي واحده وتشوفيها دايبه كده تهرسيها تلاقيها دايبه بس احنا مش عايزين نسويها احنا اللي عايزين نعمله دلوقتي ايه؟ ان احنا لسه نضمن لونها حلو قوي. لونها حلو وشكل الطاجن كل حاجه مصحصحه في يا جماعه بقى في هنا في ليالي الشتاء يعني راعوا مشاعري. ايه اللي حصل؟ مش انت صايمه نعناع انت صايمه لا مش شامه. هما احنا اطمنا عليكي. انا مطمنه احنا بعد ما اطمنا عليكي احنا هناكلك دلوقتي شويه ماشي عشان احكم واقول للجمهور قد ايه الطبق ده حلو. بصي بقى بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا سيدي على المزاج ورق البصل المفرد ده انا لو انا ما سيبش البصل ده خالص في ناس تروح جايبه البصل شايفة الطماطم شايفه الصحصحه بتاعت البصل وشكل الطاجن ده. تعالي نبص في الفرن بعد ما ندخله بعد ما ندخل الطاجن ده الفرن لمده 45 دقيقه. بصوا بقى بصي الحلاوه والجمال والشياكه. الطاجن طالع بقى كل ورقه بصل دبلت مع الفلفل الرومي مع طعم الكزبره الخضراء والناشفه. ناري يجري ناخد الطاجن. ايوه اعترف بسم الله كده. الله ده ايه بقى؟ ده ايه؟ مولع. ده طاجن ايه بقى؟ ده طاجن الباميه بورق البصل. ده بيقعد من نص ساعه ل 45 دقيقه. زي ما انت شايفه بقى عايز اوريكي اجيب شوكه. اكل مصايف هايل. اكل ايه؟ مصايف مصايف مصيف مصايف سهل وسريع والله. هو اكل المصايف قطع رص دخل الفرن. بص بقى الزبده هنا ورقه البصل. بصي ورقه البصل بقت زي الزبده عامله ازاي. دي بقى تخيلوا مع رغيف احنا مخبين رغيفين عيش بلدي انا والدكتوره منى وهناخد الكلام الحلو ده. عامل يعني بيخفف هو سن زي البلدي بس السن ما بتاكليش منه كتير. هو البلدي كله رده وفي رده والرده هي النخاله بتاعته فبيغنينا بس ما نكترش منه برضه طبعا. لا اكيد البلدي يوكل طبعا. تسلم ايدك يا محمود. ادي اللي هياكله كده واللي هياكله في الفرن لا ده هيدخل فرن لازم اللي في الفرن لازم الفرن. تسلم ايدك يا محمود بجد روعه وكل يوم عن التاني بتتالق. بسبوسه بكره ارجوك بسبوسه في صينيه بسبوسه بكره مخصوص لهبه. والحادق ايه والاكل ايه؟ عاملين مسقعه جريجي يوناني بالبشاميل حاجه مزيكا. خلينا شويه في الكوزين اليوناني ده انا بحبه وبعشقه عشان كله زيت زيتون. الله عليك تسلم ايديك مقدما والله. كوسه اليوناني ان شاء الله. نشوفك على خير ان شاء الله يا محمود. نشوفكم على خير حضراتكم ان شاء الله وبكره وحلقه جديده والستات اللي ايه؟ ما يعرفوش يكتبوا ان شاء الله.